الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول أسئلة هذه الحلقة. معنا شيخنا في منصة إكس، سؤال من إحدى الأخوات، تقول امرأة دفعت زكاة مالها لأخيها من أجل إجراء عملية جراحية، أخرجت الزكاة الحالة لتلك السنة وقدمت لسنتين، بمعنى أنها أخرجت لثلاث سنوات، فهل يصح هذا منها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان أخوها مستحقا للزكاة بأن كان عاجزا عن هذه العملية وهذه العملية ضرورية، فلا بأس فيما فعلت الأخت الكريمة، وذلك لأن تعجيل الزكاة قد وردت به السنة، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وعلى هذا فما فعلته صحيح إن شاء الله. الحمد لله. نستأذنكم استقبال اتصالات هذه الحلقة. معنا من السعودية أبو علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حديث من بنك العقاري قرض عقاري. طيب. وأنا عندي تأخير نهائي، كل شهر بشهر أدفع. طيب. الآن يا شيخ، من أنظمتهم وتشريعاتهم أنه إذا مات الإنسان تسقط عنه بقية المبلغ إذا كان ملتزم بالسداد. طيب. معي يا شيخ؟ واضح واضح. الحين سؤالي، أنا حقيقة أقدر أدفع البقية الباقية، لكن بضغط على نفسي وعلى على عائلتي، ولا أنتظر أدفع كل شهرين؟ أنا خايف من يعني أن الله سبحانه وتعالى يمكن لا قدر الله، يعني أنا ودي أخلص منه، لكن لو مت لا قدر الله بيسقط عني، هل ألتزم بالدفع الشهري ولا أسدد كامل المبلغ إذا كان عندي سقط؟ واضح، وأنت ذكرت أنك ملتزم بالتسديد كله. ملتزم بالسداد. طيب. ولكن باقي معي 150 ألف. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. معنا أبو محمد من السعودية أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، الله يرحم والديك. والديك. الأول. السؤال الأول، طال عمرك، أنا عندي ما اسمه دفعت مبلغ من المال. طيب. قلت اللهم اجعله عن كل من اقتده أو بهته أو له حق عليه، فهل هذا يجوز؟ طيب. سؤال ثاني. السؤال الثاني، طال عمرك، فيه ولدي الكبير اتصل فيا قال يا أبوي أنا أبغى أتدخل في موضوع شخص قريب لنا. قلت يا أخي الشخص هذا راح لمشاكل، ومعروف على مستوى العالم أنها على مشاكل كثيرة، فلا تتدخل، وهذا رجل مشاكل كثيرة، وبعدين الشخص هذا لو تدخلت أنت مشكلته تمتد إلى أخوه الثاني، فلا تحرجنا معهم، هذا الناس كذابين وهذا الناس ما عندهم صدق ولا مصداقية. طيب. فلا تحرجنا معهم وتحرج نفسك. والسؤال غيبة. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يجزاك خير. أنا أيك. عندي أمي ولهم ورد أرض. طيب. كانوا الأرض هذه مخلينا الخالي الصغير عنده، ما عنده إلا بنت واحدة، وما كانوا ياخذون منها، وهي الولد ارض بينهم كلهم. طيب. السؤال، طبعا توفى ابوها، والبنت هذه ما لها عم، وامي واحده ثانيه عمي. طيب. فهل يحق، هل امي تورث لان الارض مكتوبه الورثه؟ انا ما فهمت. ولا بنت تورث وما لها شيء من الورث؟ معلش يا ام خالد، أنا ما فهمت، هل هذا من الورثة أو مكتوب باسم خالك الصغير؟ أي هي الأرض باسم ورثة كلهم يعني، بس هم خلاها الخالي عشان
كان حالته ضعيفه وما له احد. طيب وافقوا انها تصير له. لكن هو توفى وما له الا بنت واحده. طيب. البنت الوحده هذه ما هي بالديره اللي هي فيها الارض هذه. طيب طيب. ويعني هم يقصدونها تعرف يبذرونها زراعه ويقصدونها اخر العام ياخذون يعني. فهل امي تورث من الارض هذه ولا بس البنت؟ طيب طيب تسمعي يا جماعه. الله يجزاك. الله يبارك فيك شكرا. عبد الرحمن من السعوديه تفضل. طيب. ابو عبد الملك من السعوديه تفضل. ابو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤالي الأول شيخنا الله يحفظه للإسلام والمسلمين. آمين. شيخنا السؤال يتكرر، بالنسبة إذا توفي الرجل، بالنسبة للأموال، بالنسبة سواء الراتب أو إذا كان عنده حساب مواطن أو كان عنده ضمان، بالنسبة شيخنا يعني هذه الأمور الثلاثة، ماذا عن الذي نزل قبل وفاته؟ والذي نزل بعد وفاته. طيب طيب. السؤال الثاني شيخنا بالنسبة للدعاء السفر، البعض أحيانا يقطع مسافة مثلا 200 كيلو وبعد يومين يقطع مسافة لبلد أخرى أيضا مسافة 100 كيلو، هل دعاء السفر يقال إذا فارق عامر بنيان بلده يعني مرة واحدة يقال؟ طيب. دعاء السفر أو أنه كل ما يشرع في سفر جديد يقال هذا الدعاء؟ طيب. وآيبون تائبون متى يقال أيضا عند العودة؟ طيب طيب. اسمع يا جماعة الله يبارك فيك. أم عبد العزيز من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضل بسؤالك. لو سمحت بالسفر، أنا تصدقت بمبلغ مالي. طيب. سقيا حجاج على أساس أنه يتوزع إن شاء الله بالأيام الحج. فهل يعتبر لي الأجر صدقة في الحج أو ما تصير؟ أنا دفعت من الحين المبلغ وقالوا بيتوزع بالحج إن شاء الله. طيب طيب. الله يجزاك. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. أم سعود السعودية. هلو. تفضل يا أم سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. أنا يا شيخ عندي سؤال في الحج كله، في الحج سؤالين أسوأ. طيب. انا بحج السنه الجايه ان شاء الله. طيب. وابغى اسال عن اني باخذ عمره متمتعه بالحج. انا اذا خلصت من عمرتي رحت المخايم نهار الوقفه، نهار الوقفه بيكون الناس عرفات، اني انا غير ملابسي عادي ولا اخلي ملابسي حتى حرام عادي؟ وبعدين طيب انت شو اسمه حق القدوم الطواف هو طواف هو سعي ولا بلا طواف؟ طيب تسالين عن الحج المتمتع. ايوه. طيب طيب. تسمع يا جماعه ان شاء الله. ساره من السعوديه تفضلي يا ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. شوف عندي سؤال للوالده. كانت الوالده ايام الشباب يعني تقريبا في العشرينات، الحين هي كبيرة في الستينات، كانت عايشين في الديرة، ديرتهم، وكانت معاها أختها، وكان دائما مشاكل، أختها هذه كانت أكبر منها كانت حامل، ومشاكل بينهم تعرف أيام مراهقات وهذا، ودفعت أختها على الأرض وطاحت، بعدين جلست أختها قرابة شهرين، بعدين راحت المستشفى حصل الجنين متوفي. المستشفى يقول بسبب الضغط، عانت من الضغط و ايوه هو اللي سبب يعني الاجهاض، يعني توفي الجنين، هو كمل 9 شهور بس انه يعني اجهر يعني توفي. فالحين الوالده تسال تقول هل انا سبب في اجهاضها لهذا الجنين؟ طيب او لا؟ هم ايش قرروا؟ قرروا انه من ضغط الدم ولا من ان في ضرب؟ لا 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 ما قرروا ضرب شيء، قالوا هذا نتيجه ضغط عندها. طيب طيب طيب. يعني الاطباء يقولون الضرب هذه ليس لها علاقه ب لا لا هي ما ضربتها، هي دفتها بس دفتها كذا على الارض يعني دفعتها بيدها. نعم. وانت ما اخبرتهم بالشيء هذا طبعا؟ ها بعد شهرين اجهضت صح؟ اي بعد شهرين هو كمل 9 شهور. طيب. كمل 9 شهور وراحت للولاده قال لها عندك ضغط، اذا ما يعني نزلتي بدري راح يتوفى الجنين. طيب. بعدها توفي الجنين، راحت ثاني مره حصل الجنين متوفي. طيب.
فهي سألت وهل أنا السبب يمكن دفعتي هذه هي السبب فيها أو لا. طيب طيب. السؤال الثاني، نفسها الوالدة كانت مع عند خوالي بانين لهم بيت عمارة جديدة، وكان في عمالة عندهم صندوق حق مواد بناء زي على شكل التابوت، أخذته الوالدة ومع واحد من خوالي وراحوا فيه البيت وصار تحط فيه الدقيق والرز بدل الدولاب، يعني كان حالتهم زمان المادية يعني. وجاء صاحب هذا صاحب الصندوق سأل عنه، قال مو موجود، ما ندري فينه. بعد فترة كذا أنبها ضميرها وراحت تسأل عن الرجال هذا صاحب الصندوق العام، قال حصلهم سافر، فأخذت الصندوق وباعته وبتصدقت بفلوسه على نية هذا، نية صاحب الصندوق. طيب الحين تقول هل من حقها شيء ولا لا؟ طيب طيب الله يبارك فيك. تسمع الجواب، الله يبارك فيك. أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سؤالي عن الزكاة. أنا عندي ولدي غير موظف ومتزوج، وأبغى أعطيه الزكاة كلها، زكاة مالي كلها، بس أقساط شهريا، هل يجوز إني أعطيه هي كلها أبغى أقسطها عليه شهريا، علما إنه متوفي أبوه؟ طيب طيب. وهو غير موظف؟ غير موظف. نعم. طيب طيب. هل عليه دين أو تعطينا فقط يعني مساعدة؟ لا مساعدة أعطيه. أي نعم. طيب طيب. تسمعي لي جماعة، شكرا جزيلا للأخوة والأخوة جميعا. شيخنا الأخ أبو علي يسأل شيخنا عن أن عليها أقساط للبنك العقاري أو لأجل القرض، يقول أني لا أتأخر في الأقساط، ولكن يعني أخشى أن أموت وأنا لم أسدد ذلك، مع أني أعلم أن النظام إذا مات الشخص قبل السداد فإنه يسقط عنه ما تبقى من الأقساط. هل أضغط على نفسي حتى أجمع ما تبقى من المبلغ الذي هو أقساط قادمة وأدفعه الآن، أو أني أنتظر حتى أؤدي كل قسط في وقته؟ أنت يسر لك أن تسدد جميع الديون التي في ذمتك، فهذا هو الأولى وهو الأكمل، لأنك تضمن براءة ذمتك من هذا الدين، وإن لم يتيسر فتلتزم بسداد القسط. وكما ذكر الأخ الكريم، البنوك ملزمة بإسقاط الدين عن المتوفى في يعني التمويل العقاري. وعلى ذلك فنقول أخ الكريم، إذا كنت تستطيع أن تسدد جميع الدين هذا هو الأولى، إذا كنت لا تستطيع التزم بسداد الدين مع حسن النية، وأعني بحسن النية أنك تريد سداد هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، خرجه البخاري في الصحيح. فقوله يريد أداءها يدل على أن حسن النية أنه مؤثر هنا، وأن من أخذ ديونا من الناس وهو عزما صادقا على السداد فإن الله تعالى يعينه ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبينما سوء النية إذا أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها ويماطل فيها ولن يسدد إلا بالقوة الجبرية، فعقوبته أن الله يتلفه، وهذا الإتلاف قد يكون إتلافا لماله، قد يكون إتلافا لصحته، قد يكون محقا للبركة في وقته أو في ماله أو في ولده أو في زوجته أو في أي شيء. فأتلفه الله لفظ عام يشمل جميع صور الإتلاف. ولهذا أنصح من كان في ذمته ديون أن يحسن النية، وذلك بأن يعزم عزما صادقا على أداء الدين، فإنه إذا فعل ذلك أدى الله عنه وأعانه على سداد الدين ورزقه من حيث لا يحتسب حتى يسدد هذا الدين. وهذا يعني مصداق هذا نجده في الواقع، تجد أن الذي يعني كان حريصا على سداد الدين، يعني كما يقال الدين يأكل معه ويشرب، سبحان الله سرعان ما يسدد الديون التي في ذمته، بينما الإنسان الذي ليس جادا في سداد الدين ويماطل ولا يسدد إلا لأجبر، تجد أن الديون تتراكم عليه وتزيد. فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها
أتلفه الله. السؤال الأخ أبو محمد يسأل عن أنه يدفع مالا صدقة ويقول هذا عن من له حق علي ومن أخطأت عليه أو ظلمته أو ذلك، هل يجوز أن يتصدق بهذه النية؟ اجعل ثواب الصدقة لنفسك، لماذا تجعلها لغيرك؟ فهذا التصرف غير مناسب، ولذلك نقول تكتفي بالدعاء لمن أخطأت عليه. أو أولا، ما هو الخطأ الذي أخطأت به عليه؟ ما هو الخطأ؟ لابد أن تكون صادقة مع نفسك. إذا كنت أخطأت على أحد تصحح الخطأ، إذا كنت أخذت منه مالا ترد عليه ماله، إذا كنت تعديت على عرضه أو تعديت على بدنه أو تذهب وتتحلل منه، ما هو الخطأ؟ أما كونك تقول أتصدق بمال عمن أخطأت عليه، هذا لا يبرئ الذمة، فلا بد أن تتحلل ممن أخطأت عليه وتجعل ثواب الصدقة لنفسك، لأنك الآن تهب ثوابها لغيرك وتحرم نفسك من أجرها ومن ثوابها. ثم إن مثل هذا لم ينقل عن السلف، وهم أحرص الناس على الخير، فالذي ننصح بأن تترك هذا وأن تجعل ثواب الصدقة لنفسك، وأن تنظر للمظالم التي ارتكبتها إذا كان يوجد مظالم، وتتحلل من أصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال فليتحلل، ولم يقل فليتصدق عنه، وإنما فليتحلل. فإذا كنت قد تعديت على أحد أو ظلمت أحدا أو أخذت من أحد المال، لا بد أن تذهب إليه وتتحلل منه، ولا يكفي أن تتصدق عنه. وحقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، قال في خطبته في عرفات: أيها الناس، افتتح الخطبة بهذه الكلمات: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كحرمة اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. هل هناك حرمة أعظم من هذا؟ حرمة اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، هكذا حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. سؤال ثاني يقول أن ابني يريد أن يتدخل في الإصلاح بين شخصين أخوين أظن، ويقول هما معروفان بسوء خلقهما، ولا أريد أن يدخل في هذا الإصلاح حتى لا يتسببون عليه ببعض المشاكل، فأقول هؤلاء أصحاب مشاكل أصحاب سوء. فيقول هل نصيحتي هذه تعتبر غيبة لأولئك؟ لا تعتبر غيبة، لأن الغيبة في مقام التحذير معفون عنها، فالغيبة الأصل أنها محرمة، لكنها تجوز في مواضع، ومن هذه المواضع مقام التحذير. والذم ليس بغيبة في ستة: لمعرف ومحذر. فالمحذر يعني إذا حذر ابنه وقال إن فلان فيه كذا وكذا فاحذره، أو أن هؤلاء فيهم كذا وكذا فاحذرهم، هذا لا يدخل في الغيبة المحرمة. وهكذا أيضا في مقام الاستفتاء، أتى إنسان لمفتي قال مثلا إن فلان فيه كذا، أو إن مثلا أبي فيه كذا، أو إن ابني فيه كذا، هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. ولهذا جاءت امرأة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه غيبة، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولم ينكر عليها هذه الغيبة، لأنها من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. نعم. هنا سؤال الأخت أم خالد تقول أن والدتي وأخوالي قد ورثوا أرضا من جدتي، هذه الأرض جعلوها لخالي الصغير لأجل ظروفه، ثم توفي هذا الخال، الآن لم يبقى له إلا ابنه فقط، فتقول هل تدخل أختي أمي وأخوالي في مع هذه البنت في الميراث أو لا؟ ننظر لحصر الورثة، ما دام أن هذا الرجل قد توفي وليس له إلا بنت، فالبنت لها النصف والباقي للعصبة. وإذا كانت يعني هذه المرأة تعتبر أخته، يعني أمه ليست موجودة، لا هذه بنت خالة، إيه، هو يسأل عن أمه بحكم أنها هي من ضمن أخوال أعمام هذا، لكن هذا الذي توفي من هم ورثته؟ هذا السؤال. البنت فقط، البنت وإخوته.
من بنات و المهم أن البنت لها النصف والباقي لأقرب عاصب. قول النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ولو أن الأخ الكريم ذكر منهم الورثة على سبيل التفصيل قسمناها له، لكن لا نخشى أنه يعني لم يذكرها كاملة فلا نستطيع نتحدث في هذا حتى يذكر لنا من هم الورثة فنقسمها بينهم. هنا الأخ أبو عبد الملك سأل ويقول يتكرر هذا السؤال كثيرا، عندما يتوفى الإنسان ثم يبقى راتبه حتى تنتهي الإجراءات، فقد ينزل الراتب بعد وفاته، راتب التقاعدي وكذلك الضمان أو حساب المواطنة أو غيرها مما ينزل للشخص، يقول هذه كيف التعامل معها؟ هذه ترجع للأنظمة التي وضعت في هذا، فيتعالج يعني مسألة الوفاة، لأن هذه يعني بعضها لا يدخل في الميراث أصلا مثل الراتب التقاعدي هو بمثابة التأمين الاجتماعي، فيكون تقسيمه على حسب النظام، على حسب نظام التأمين الاجتماعي الذي هو التقاعد. وهكذا أيضا بالنسبة لحساب المواطن هو إعانة من الدولة، فيكون ترتيب الأمر بعد الوفاة على حسب النظام، وإلا أن تكون أموال أخرى دخلت عليه بعد وفاته كإيجار مثلا فهذا يقسم بين الورثة على حسب الميراث. أما التي تأتي وفق أنظمة معينة وتكون على سبيل الإعانة أو على سبيل التأمين الاجتماعي فهذه تخضع لنظام تلك المنشآت. يسأل عن دعاء السفر شيخنا، عندما الإنسان يخرج من بيته للسفر إلى مكان ربما 200 أو 300 كيلو، بعد أيام يشرع في سفر آخر وهكذا في أكثر من سفر حتى يعود إلى بلده، هل يقول في كل سفر دعاء السفر أو يكفي عندما يخرج من بلده؟ إذا كان سيسير مسافة القصر 80 كيلو فأكثر فيأتي بدعاء السفر، لأنه سيسافر عدة سفرات، سيسافر السفرة الأولى مثلا 200 كيلو، السفرة الثانية 100 كيلو، السفرة الثالثة مثلا 150 كيلو، فهي عدة سفرات فيشرع لكل سفرة دعاء السفر. يسأل عن قول آيبون متائبون، متى تقال؟ تقال في الرجوع، هذه تقال في الرجوع، تضاف لدعاء السفر وتقال في الرجوع من السفر. هل شيخنا عندما يشرع في الرجوع أو عندما يصل إلى بلده؟ عندما يشرع في الرجوع، يعني عندما يأتي دعاء السفر ويشرع في الرجوع يقولها. هنا أيضا من الأسئلة التي وصلتنا شيخنا، يسأل هنا أحد الإخوة يقول هل الصبغ بالسواد مسألة خلافية أو أنه محرم بالإجماع؟ مسألة خلافية، ربما لو كان العكس، يعني لو كان سؤال آخر هو جائز بالإجماع، لأن القائلون بالتحريم قلة من أهل العلم والجمهور على أنه غير محرم، على خلاف بينهم هل هو مكروه أو مباح. وحكي أيضا الإجماع على الجواز، وإن كانت حكاية الإجماع لا تسلم، لكنه يدل على أن هذا قول أكثر علماء الأمة. فالعلماء لهم فيه ثلاثة أقوال، قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة. وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خضاب السواد، وقد ورد في ذلك حديثان، حديث جابر رضي الله عنه أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، ثم أخرجه مسلم برواية أخرى بزيادة وجنبوه السواد. هذه الزيادة هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟ الأقرب أنها غير محفوظة، ولذلك لما سئل أبو الزبير الذي روى الحديث عن جابر هل سمعت جابرا يقول وجنبه السواد؟ قال لا. فالمحفوظ عند كثير من المحدثين أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الرواية المحفوظة هي الرواية الأولى التي رواها مسلم، والإمام مسلم قد يورد الرواية الصحيحة ثم يورد بعدها الرواية الضعيفة تنبيها على ضعفها كما أشار إلى ذلك في مقدمته. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، لكن هذا الحديث
حديث ضعيف أخرجه أحمد لكنه ضعيف، بل إن ابن الجوزي عده في الموضوعات، وإن كان قد لا يسلم بهذا لكن يبقى أنه غير محفوظ وغير ثابت. وعلى هذا فالقول الراجح والله أعلم هو القول بالإباحة، لأن النهي المروي في ذلك غير محفوظ. ومما يدل لهذا ما ذكره ابن القيم وغيره عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وقد ورد ذلك عن الحسين كما في صحيح البخاري، وورد عن غيره من الصحابة، ذكر ابن القيم 9 من الصحابة. ولو كان هذا يعني لو كان الخضاب السواد مكروها فضلا عن أن يكون محرما لما أقدم عليه هؤلاء الصحابة، وهم أحرص الناس على الخير وأعظم الناس ورعا وتقوى لله عز وجل. ثم أيضا يعني الخضاب السواد ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الصحابي ولا يدرى عنهم، بل هي في أمر ظاهر، يعني لو فعل ذلك بعضهم لأنكر عليه ولاشتهر ذلك الإنكار وتنوقل واستفاض. وعلى ذلك فالأظهر والله أعلم هو أن نهي المروي في الخضاب السواد أنه غير محفوظ، وأن الخضاب السواد أنه لا يصل إلى درجة التحريم، بل إما مكروه كما هو قول الجمهور أو مباح وهو الأقرب عند التحقيق. ونسأل من الأخت فهيمة تقول ما ضابط لبس الأخت أمام إخوانها خاصة مع حرارة الصيف، تريد أن تتخفف من بعض الملابس، هل هناك يعني ضابط معين؟ الضابط هو ما تلبسه أمام النساء، وأيضا يضاف لذلك مما لا يسبب فتنة، لأنها ربما تكون أحيانا شابة تلبس لباسا أمام أخوتها الشباب وقد يتسبب ذلك في الفتنة منها وبها. فالضابط إذن أنها تلبس ما تلبسه أمام النساء. ولهذا ذكر الله تعالى المحارم، قال لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن، إلى أن قال أو نسائهن، فجعل النساء مع المحارم هنا، فدل ذلك على أن المرأة أمام المحارم تكشف ما تكشفه أمام النساء بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الفتنة. هنا الأخ أبو لارين يريد منكم فضيلة الشيخ أن تقفوا وقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم بأن يحسن الظن بالله عز وجل عند الموت. ولذلك قال أهل العلم ينبغي أن يذكر المحتضر بمحاسن أعماله وأرجى ما يرجو ثوابه عند ربه عز وجل حتى يغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله عز وجل. المسلم في حياته ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف، فلا يغلب الرجاء بحيث يأمن مكر الله، ولا يغلب الخوف بحيث يقنط من رحمة الله، وإنما يكون بينهما. لكن عند الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل لهذا الحديث وما جاء فيه معناه. نعم. هنا الأخ إبراهيم يقول هل يجوز للأب أن يخطب لابنه ويساعده من أجل أن يزوجه علما بأن هذا الابن عنده تقصير كبير في الصلاة، وهل هذا يكون العقد، ويقول وهل يكون العقد صحيحا إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فإنه يبقى مسلما في دائرة الإسلام، وإنما الذي يكفر الذي يترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرفة عين. أما الذي يصلي أحيانا فلا يكفر على القول الراجح، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن غفر الله له، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. خرجه أبو داود بسند صحيح. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى المغفرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فهذا ما استدل به على أنه لا يكفر. وعلى ذلك يبقى في دائرة الإسلام،
ولا بأس أن يساعده في الخطبة، لكن إذا أراد أن يخطب له امرأة لا بأس أن يساعده في الخطبة، لكن إذا أراد أن يخطب له امرأة أولا لا يزكيه بالنسبة للصلاة، وإنما يقول اسألوا عنه. ثانيا يختار له المرأة المتدينة التي تعينه على أمور دينه بحيث تكون عونا له وتحثه على الصلاة وتساعده على المحافظة على الصلوات، فيختار له المرأة الصالحة مع الدعاء له بالهداية. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل يجوز أخذ علب الماء من المسجد إلى البيت أم هذا خاص بالمسجد فقط؟ هذا خاص بالمسجد، لأنها إنما وضعت لمن يرتاد المسجد ويشرب منه مرتاد المساجد، ومن غير فرق بين الفقير والغني، لأن هذا سقيا وليس صدقة، فهو سقيا لمرتاد المسجد، ولذلك فلا يؤخذ منه للبيت إلا ما كان شيئا يسيرا. لو أخذ مثلا يعني زجاجة واحدة مثلا يريد أن يشربها لكن أخر الشرب إلى البيت، ولا يتسامح في هذا، لكن يأخذ كميات كبيرة وينقلها من المسجد إلى البيت هذا لا يجوز، لأن الذي وضع هذا الماء وضع هذه السقيا إنما وضعها لمرتادي المساجد وليس لمن يسكن في البيوت. على ذكر السقيا شيخنا الأخت أم عبد العزيز من السعودية سألت عن أنها شاركت في مشروع سقيا الحجاج فدفعت المبلغ من الآن وسوف يعني يقام المشروع وقت الحج وقت العشر ذي الحجة، فتقول المكان وكذلك الوقت هل أدخل في أجره وثوابه أو أني لأني قدمت الدفع المال ربما لا أدخل في ذلك؟ تدخلين في هذا إن شاء الله تعالى، لأن هذا السقيا والإطعام إنما يبذل في عشر ذي الحجة، وأيضا يبذل في المشاعر المقدسة، فاجتمع في ذلك شرف الزمان وشرف المكان، فأنت على أجر عظيم وعلى عمل صالح، وإطعام السقيا الحجاج من أفضل الأعمال الصالحة، خاصة إذا كان ذلك في عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة. الأخت أم سعود تقول سأحج بإذن الله عز وجل هذه السنة وتعزم عن تحج بالنسك التمتع، تقول تريد معنى التمتع، تقول هل عمرة فقط والوقوف بعرفة أو هناك بعض الأعمال الأخرى؟ التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه، فيحرم بالعمرة ويتحلل منها، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، المرأة تقصر ثم يتحلل منها ويلبس ملابسه، فإذا أتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج، هذا يقال له متمتع، وعليه هدي وعليه سعيان، وهو سيطوف طواف العمرة وطواف الإفاضة، عليه طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع ثلاثة أطوفة، ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة لآخر أعمال النسك ويكفي عن طواف الوداع، وعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. ونصح الأخت الكريمة ومن أراد أن يحج عموما أن يتفقه في مسائل الحج وأن يقرأ، ومن أفضل وأجود الكتب التي صنفت في صفة الحج كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة، وأيضا كتاب شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله المنهج لمريد العمرة والحج، من قرأ هذين الكتابين سيفهم صفة الحج والعمرة. هنا أيضا الأخ سهل يقول اشترينا أرضا بقيمة 100,000 ريال، يقول مع شريك قبل 5 سنوات ودفع كل منا نصف المبلغ 50,000 ريال، يقول الآن أصبحت قيمة السوقية 500,000 فيريد أن يفض الشراكة، هل فض الشراكة برأس المال أم بالقيمة السوقية؟ إذا كان لم يشترط عليه شرط فيكون بالقيمة السوقية، لأنه الآن يريد أن يبيع حصته إما على الشركاء أو على غيرهم، فيكون ذلك بالقيمة السوقية، إلا إذا شرطوا عليه بأن لا ينسحب مدة معينة، فإن انسحب فليس له إلا رأس المال، حينئذ لا يكون له إلا رأس المال، أما إذا لم يشترطوا عليه ذلك فيكون التخارج بالقيمة السوقية. سؤال الأخت أم أحمد، كثير ما يقع هذا السؤال، الإنسان يحرص أن يدفع زكاته لمستحق ثم بعد ذلك يعلم
أن هذا الشخص إما متلاعب أو أنه غير مستحق؟ هل يدفع الزكاة مرة أخرى لشخص آخر أو تبرأ ذمته؟ إذا كان قد اجتهد وغلب على ظنه أن هذا مستحق للزكاة ثم تبين بعد ذلك بعدما أعطاه الزكاة أنه غير مستحق فإن ذمته قد برئت. ولهذا قال الفقهاء: من دفع زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأ. وعلل ذلك الفقهاء بأن الفقر أمر خفي، وقد يدعي الفقر من ليس بفقير، ولذلك ليس للإنسان إلا الظاهر، ليس للإنسان إلا الظاهر. فإذا غلب على ظنه أن هذا فقير فيعطيه من الزكاة وتبرأ ذمته بذلك. سنذكر استقبال بعض الاتصالات معنا من السعودية. أم محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. وياك. امرأة راحت مع عيالها وزوجها ما طلقها ومع زوجها تقول لي دايم أبيك تكون راضي علي، هل يمتلك على بيت الرسول يقول الله ماتت وزوجها راضي عليها ودخلت الجنة؟ طيب. هو ما بينه وبين الشيء وراضي على حد. طيب معلش، هو هي على ذمته لحد الان؟ ايوه على ذمته. طيب. وهو عنده زوجه ثانيه وهي تحسن اليه، انا كان تدعو له وتقول كل شاري انك تكون راضي علي، هل ينطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب. يعني قبل ما تتزوج راضي على دخلت الجنه. طيب طيب. الله يجزاك. الله يبارك فيك. من معنا؟ أمة الله من السعوديه تفضلي. ميعاد من السعودية تفضلي. ميعاد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أيوه لو سمحت، في واحدة حرمة تزوجت وشرطت على جوزها كل حقوق لها إلا المبيت نازلة ثانية، بعدين هو ما يصرفها يعني مرة يقصر في الصرف، بعدين كانت عند الشقة حقتها بعدين قالت له هذا بالإيجار أعطيني إيجارها، فيجوز تكذب عليه ولا لا؟ لا دقيقة، هي اتفقت معه على أن تسقط النفقة والسكنة وكل شيء إلا أيوه. إلا القسم المبيت. أيوه. طيب. إلا حقوق نفس حقوق المرأة العادية إلا المبيت نازلة ثانية. طيب. بعدين هو مرة قصر في النفقة في كل شيء. لا تماما. النفقة ما تنازلت عنها صح؟ لا ما تنازلت ولا شيء، قالت لي جميع حقوق الحرية المتزوجة. إلا القسم. إلا المبيت. إيه المبيت. طيب. الباقي كله حقوقي كاملة. طيب. بس هو ما سوى له شيء. بعدين كانت الشقة حقتها. بعدين قالت له هذه ما هي حقتي. طيب. أبغى أدفع إيجار، صار يدفع إيجار الشقة، فهذا حرام ولا لا؟ طيب طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا من الأسئلة شيخنا يقول: ما صحة حديث أبي أمامة الباهلي عندما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، إلى آخر الحديث؟ نعم، هذا الحديث حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: ألا أخبرك بهذا الذكر الذي يعدل قيام الليل وصيام النهار، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. وهذا من صيغ الذكر المضاعف. فالحديث حديث صحيح وفيه إحدى صيغ الذكر المضاعف. هناك صيغة أخرى جاءت في حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم مر بها وهي تسبح ثم رجع بعدما أضحى فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. تقال هذه ثلاث مرات، فهذه أيضا صيغة أخرى من صيغ الذكر المضاعف. وهذا الذكر المضاعف يكسب المسلم به أجورا عظيمة، وهو يسير، يعني عمل يسير يكسب به المسلم أجورا عظيمة.
نعم. هنا أيضا أسئلة الأخت سارة عن والدتها، تقول لما كانت شابة حدث بينها ما يحدث بين الأخوات من شيء من الشجار، فدفعت أختها فسقطت وكانت حامل. بعد شهرين عند الولادة عند كمال الجنين 9 أشهر ذهبت إلى المستشفى فقالوا عندك الضغط مرتفع، إذا استمر هذا الارتفاع قد يؤثر على الجنين، وبالفعل مات الجنين. فتقول أخشى أن أكون أنا متسببة في ذلك. نقول ليس عليها شيء، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا الأصل متيقن، وكون هذا الجنين قد سقط بسبب أنها دفعتها هذا أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، خاصة وأن الكفارة مغلظة ولا يوجد رقاب الآن، فصيام شهرين متتابعين فيه مشقة كبيرة، فلا نجزم به إلا بأمر واضح، ولم يتضح هنا أنها تسببت وفاة الجنين. وأيضا هي ذكرت أن الأطباء قالوا إن الوفاة بسبب الضغط، ولم يذكروا أن السبب أن الوفاة بسبب الدفع. وأيضا لو كان السبب لو كان يعني وفاة الجنين بسبب الدفع لا تأثر في الحال، وبقي شهرين، وهذا يدل على أن دفعها لها أنه ليس هو السبب. وأيضا هي ذكرت أن هذا الدفع ليس كبيرا، وإنما يعني شيء يسير ليس كبيرا. فهذه القرائن كلها تدل على أن دفعها لأختها أنه ليس هو السبب في إسقاط هذا الجنين، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، وعلى هذا نقول ليس عليك شيء. سألت أيضا، قالت إن كان بجوارنا مبنى جديد وكان أو تحت الإنشاء، فكان العمالة يضعون صندوقا يضعون فيه أغراضهم، صندوق خشبي، فقلنا احتجنا لذلك، احنا في فقر وحاجة فاحتجنا لذلك وأخذناه مثل الدولاب للبيت. بعد ذلك ندمت على تصرفها، ذهبت سألت عن العامل فلم تجد، يقول أنه سافر، فباعت هذا الصندوق وتصدقت بثمنه على نية ذلك الشخص. ما دام تصدقت بثمن هذا الصندوق افتبر ذمتها مع التوبة، مع التوبة إلى الله عز وجل. فالتوبة وذلك بتحقيق شروطها من الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، مع التصدق بذلك الصندوق عن صاحبه. نعم. هنا شيخنا من الأسئلة تقول إحدى الأخوات، ما حكم أخذ قرض من بنك يكون 60,000 أسددها لهم 60 ويأخذون منها رسوم إدارية 5,000، هل يدخل ذلك في الربا أم لا؟ إذا كان قرضا بمعنى أنه سلفة وليس قرضا بمعنى أنه تمويل، إذا كان تمويلا بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق المشاركة أو بطريق مثلا التأجير مع الوعد بالتمليك، هذا لا بأس به، لا بأس بما يأخذه البنك على ذلك. لكن إذا كان سلفة 60 ب60 ثم يأخذ على ذلك زيادة، هذه الزيادة زيادة ربوية حتى وإن سميت رسوما إدارية. نعم. أخت محمد تقول امرأة متزوج عليها زوجها وهو عند زوجة الثانية أغلب وقته، وهي تقول أنها قائمة بحقي إذا أتاها، لكنها دائما ما تذكر هل أنت راض عليها أو لا، فيقول أنه راض عليها، فهل تدخل في ماذا؟ في الحديث التي ذكرت أن المرأة الصالحة إذا طاعت زوجها أنها وراضي عنها. طيب ما هو الأشكال وهي قائمة بحقوقه؟ أن تقول أنا أغلب وقته يكون مع زوجها الأخرى ولا يأتي إلا قليل، وقد تكون متنازل حتى عن إذا كانت متنازل عن حقها وزوجها راض فلا إشكال، جزاها الله خيرا. يعني وهذه المرأة يعني مرأة نادرة أنها تسأل مثل هذا السؤال. نعم. سؤال الأخت ميعاد، سألت عن امرأة يعني تنازلت عن القسم والمبيت، فبعد مدة لم يقم بالحقوق والواجبات التي عليه، فأصبحت تقول له أن البيت إيجار ولا بد أن تدفع إيجار البيت، مع أن البيت لها وليس إيجارا، هل لها أن تتحايل بهذه الطريقة لأنه لم يقم بالحقوق الأخرى؟ لها أن تطلب مقابل النفقة والسكن، وحتى لو كان شرط عليها عند العقد.
وذلك لأن النفقة والسكنة مما يتجدد شيئا فشيئا، فلها أن تطالب بذلك. نعم. هنا سؤال الأخ فيصل يقول: صحة حديث سيكون عليكم مؤذنون يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، هل ورد في ذلك شيء؟ ليس بهذا اللفظ مؤذن، ليس مؤذنون، إنما سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرونها عن وقتها. قالوا: ما تأمرون يا رسول؟ قال: صلي معهم، صلي معهم نافلة، وصلي صلي الصلاة في وقتها، وصلي معهم تكون لك نافلة. نعم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: كنت أتجنب أشياء كثيرة منها ملابس وبعض الطيبات وأشياء كثيرة في حياتي بسبب خوفي من غضب الله، ولا أعلم إذا كان هذا وسواس أم لا، أم أنه من الورع المظلم، والآن رجعت لها، هل علي كفارة، كفارة يمين؟ أولا، هذا التصرف إذا كان على سبيل التحريم فهو غير جائز. يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا يجوز تحريم الحلال، التحليل والتحريم حكمه إلى الله عز وجل. عندما نتأمل سورة المائدة وسورة الأنعام نجد أن كثيرا من آياتها فيها الإنكار الشديد على من حرم ما أحل الله، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولا تقول ما تصفو أسنتكم كذبة، هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله كذب. لا يجوز الإنسان تحريم ما أحل الله. وعلى ذلك فكونها تمتنع من هذه الأمور إذا كانت تعتقد التحريم فهذا لا يجوز. أما إذا كانت لا تعتقد التحريم وإنما ورعا، ننظر ما هو السبب، ما هو السبب، هل هذه من كسب فيه شبهة، يكون هذا ورعا صحيحا. أما إذا كان من كسب الحلال فلا وجه للورع حينئذ، ويكون هذا، والذي يغلب على الظن أن هذا الذي حصل للمرأة أنه وسواس، وأن هذه كلها وساوس، فعليها أن تعرض عنها وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. هنا أيضا من الأسئلة تقول: قالت لي زوجة والدي: كل ما تحتاجينه من مطبخي خذيه بدون استئذان. تقول أن ابنتها هي المسؤولة عن الطبخ وعن المطبخ، فهل لابد أن استأذن البنت أيضا؟ مع تقول مع أن نأخذ ما نحتاجه بدون علم أحد بين البيتين. يعني إذا كانت زوجة أبيها هي المسؤولة عن المطبخ فقد أذنت لها إذنا عاما، ويكون الأمر فيه سعة. نعم. هنا أيضا من الأسئلة شيخنا أم علي تسأل تقول: إذا كانت الجنازة في البيت هل يجوز الإنسان للنساء الصلاة عليها، وكيف تكون الصلاة؟ نعم، يجوز للنساء الصلاة على الجنازة، وقد فعل هذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام، صلينا على سعد بن أبي وقاص، فالنساء كالرجال يصلين على الجنائز سواء في المسجد أو في غير المسجد. نعم. هنا سؤال من الأخ مروان يقول: هل المداومة على قراءة سورة البقرة له سر يتحقق فيه الفضل كقراءتها بصوت مرتفع؟ يقول: سرا كما يكون صوت مرتفع. ليس هناك فرق بين أن يقرأها سرا أو بصوت مرتفع، وليس هناك سر في هذا، إنما سورة البقرة إذا قرأت سواء سرا أو بصوت مرتفع ينال المسلم الفضائل الواردة في ذلك، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقوله عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تنالها البطلة. فينال الفضائل بمجرد القراءة، والقراءة تعني التلفظ، إذا قيل قراءة تعني التلفظ، فالأفضل أن يجهر بالقراءة ويرتل القرآن ويتغنى به، هذا هو الأكمل والأفضل، ورتل القرآن ترتيلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. فالأفضل هو الجهر بالتلاوة مع التغني والترتيل، لكن مع ذلك لو لم يجهر فيحوز على أجر التلاوة، وإن كان الأجر أقل مما لو رتل وتغنى. أما إذا قرأها في نفسه من غير تلفظ هذه ليست قراءة أصلا، ولا يجر عليها ثواب التلاوة، هذه مجرد تأمل وليست تلاوة. السؤال الثاني الأخ مروان يقول: هل يجوز كتابة آيات من القرآن الكريم ووضعها في الماء للتداوي بها شربا واغتسالا؟ لا بأس بهذا، وهذا مروي عن بعض السلف أنهم يفعلون هذا، وبعضهم يسميها عزائم، ف
فتكتب مثلا سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو بعض الآيات القرآنية بالزعفران وتوضع في ماء ثم يشرب منه ويمسح على وجهه وعلى موضع الألم من باب التبرك بالقرآن. هذا مروي عن بعض السلف، وبركة القرآن لا حد له، بركة القرآن عظيمة، فإما أن يستشفى بالقرآن بالرقية المباشرة أو يكون ذلك عن طريق الماء أو يكون عن ذلك عن طريق الطريقة التي ذكرها الأخ، وكل ذلك مروي عن السلف الصالح. أشكركم شيخ سعد في ختم هذه الحلقة، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. دمتم بعفو من الله وعافية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.